السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. برج العقرب بيوقع نفسه في مشاكل كتير. فتاة العقرب لتاتة، بتحب الكلام كتير، مكروهة من النساء كلها علشان دايما بتحصل مشاكل كتير. فتاة العقرب اقدر اقول ان القراءة دي كلها تنطبق عليها علشان هنتكلم عليها كتير جدا، وكمان راجل العقرب وحاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. الطالع بتاعك هيكشف لك اسرار كتير يا برج العقرب. وفتاة العقرب اهم حاجة عايزاها تخلي بالها من الكلام اللي هقوله ده، وتسمعه كويس جدا 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 علشان خاطر انا بصيت على فنجانكم قبل ما اطلع دلوقتي واقوله. عايزاكم تنتبهوا كويس جدا من الكلام اللي انا هقوله، وتخلي بالكم فتاة العقرب اكتر واحدة تنتبه لكلامي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء، بغير القدر. وكمان ما تنسوش تضغطوا لي لايك للفيديو، وكمان تكتبوا لي كومنت تعليق زيكم. يلا بينا برج العقرب. برج العقرب هنشوف طاقتك وتفكيرك وحاجات كتيرة جدا تخصك. برج العقرب، اول حاجة عندك حاجة في الماضي شغلة بالك ولحد الان بتعاني منها. الطعنات اللي انت خدتها كلها في الماضي، الطعنات اللي انت اتضربت فوق دماغك، الكلام اللي كتير اللي حصل واللت والعجن اللي في الماضي ده، حاول تنساه علشان خاطر حياتك هتتقلب في مشاكل كتير. حياتك ملخبطة يا برج العقرب، مش عارف راسك من رجليه. فتاة العقرب وراجل العقرب مش عارفين راسهم من رجليه، مش عارفين يعملوا ايه في حياتهم. انتوا قاعدين مع ناس كتيرة جدا بتلت كتير يا برج العقرب. عندك حد بيوقعك في مشكلة، حد بيحفر لك حفرة لو وقعت فيها مش هتطلع تاني. ابعد عن الصحاب السوء، راجل العقرب ابعد عن صحابك السوء. فتاة العقرب مكروهة من النساء. فتاة العقرب قوية، أنيقة، جدعة، بس بتحب الكلام كتير، قلبها طيب. من كتر ما قلبها طيب ما بتعرفش تخبي حاجة، لدرجة ممكن تتكلم على أي حد، ممكن تعمل أي حاجة هي مش قصدها تعمل كده، هي بس قلبها طيب. واللي هيفهمها واللي هيعرفها كويس هيعرف قد ايه هي انسانة بسيطة، هي انسانة كويسة، بس من هتسمع عنها هتحكم عليها بأوسخ الكلام، وهتحكم عليها ان هي مش كويسة. اما لما هتقرب منها هتلاقيها حاجة تانية ومختلفة خالص. فتاة العقرب ممكن توقع الناس في بعض وهي لا تدري، هي ما تعرفش خالص. هي ممكن توقع صحاب في بعض، ممكن توقع اهل في بعض، بس هي مش عارفة هي بتعمل ايه. ساعات بتكون مش مدركة الامور كويس جدا. انت شايل الهم يا برج العقرب. راجل العقرب شايل مسؤولية كبيرة جدا، شايل الهم. فتاة العقرب مش شايلة مسؤولية، بس حكيمة شوية في تصرفاتها بس، ومتسرعة جدا جدا جدا. ممكن تاخد قرارات وهي مش عارفة تعمل ايه. عندك نفور من حياتك، مش عجباكي حياتك ولا عجبك امورك ولا تصرفاتك. عندك حزن كتير جدا يا برج العقرب. واحب اقولك فتاة العقرب ان انت هتخسري اليومين اللي جاي صديقة كانت مقربة ليكي، هتخسري صديقة كانت بتحبك جدا وهي دايما بتتكلم عنك بالخير. هتخسريها بسبب سوء تفاهم، هتخسريها بسبب حاجة انت عملتيها وانت مش عارفة، الله اعلم. بس عندك خسارة صديقة ليكي. الصديقة دي كنت بتحبيها جدا بس اتكلمتي عليها او اذيتيها وانت لا تدركي. الصديقة دي بحرف الالف، في اسمها حرف الالف يا برج العقرب، الله اعلم. عندك خسارة صديقة ليكي بحرف الالف او صديق ليكي بحرف الالف. انت بتسامح كتير يا برج العقرب، بتسامح بس ما بتنساش، بتغفر بس بتحاول تعدي. بس انت لما حد بيغلط في حقك ما بتقدرش ان انت تعديها بالساهل، بتخطط له جدا. برج العقرب من حظهم قليل، اي حد بيخرجه في حياتهم بيطلع منها، عندهمش اكتمال في اي موضوع ولا في اي امر، عندكمش اكتمال في اي حاجة في حياتك او تخصك يا برج العقرب. مفيش اي حاجة، مش عارف حياتك عاملة ازاي، حياتك متلخبطة وحياتك واقفة. اكتر الناس ليك هم اللي خذلوك وهم اللي كسروك. انت يا برج العقرب الحاجة اللي انت بتحبها ما بتلاقيهاش جنبك. انت عملت خير في ناس كتيرة جدا، ولما وقعت
لقيت كله بيحدف عليك بالطوب، ما لقيتش حد جنبك، ما لقيتش حد بيسندك، حقك خدوه منك، اولادك اتفرقتوا، حياتك العاطفيه بايظه، ما فيش حاجه بتكمل فيها، الحاجه اللي انت عايزها مش عارف توصل لها ولا عارف تاخدها، وقلبك مكسور، قلبك وجعك وبتعاني منه لحد الان، انت نفسيتك تعبانه جدا ودخلت في مرحله اكتئاب يا برج العقرب، عمال تلف حوالين نفسك ومش عارف تعمل ايه، عندك حيره من حياتك، عندك حيره من امرك وحيره من وضعك يا برج العقرب، ناس كتيره جدا جات عليك وظلمتك. نشوف فنجانك ونشوف كشفك الطالع. بص يا برج العقرب، اولا انت في حاجات كتيره جدا مش عايزها، حاجات كتيره جدا بقيت تحط النقط عليها على الحروف، انت بقيت خلاص انا خسرت كتير هخسر ايه تاني، بقيت تتعامل بجحود، تتعامل بقلب قوي، بقيت واقف على ارض صلبه ومش عايز حاجة تكسرك ولا حاجة تدمرك تاني، بقيت عايز تعيش لوحدك، عايز كده تبعد عن الناس كلها لدرجة ان انت مش عايز تكلم حد ولا حد يكلمك، عايز تقعد لوحدك وتقعد في حالك، المهم تبعد عن الناس دي كلها وتكون لوحدك مع نفسك بتفكيرك اللي هو يخصك. عندك كمان من البرج الناري، حد من البرج الناري بيحاول يأذيك يا برج العقرب، حد من الأبراج النارية، القوس، الحمل، الاسد، من الابراج الناريه بيحاول يأذيك، حاول تحكم امورك كويس علشان ما تندمش، انت حاسس ان انت ماشي على طريق ومش عارف راسك من رجليك، كمل وعافر علشان توصل وتحقق حلمك باذن الله. الحاجه اللي انت حاسسها مش مكتمله هتكمل، الحاجه اللي انت حاسس ان انت هتقع فيها هتوصل، عندك خير كتير بس انت اهدى وهدي اعصابك وبلاش التوتر والحيره اللي انت فيها من امرك ومن حياتك. عندك كذا سكه حلوه جدا بس عندك كذا حاجه ملخبطه لك حياتك علشان معمول لك سحر اسود يا برج العقرب. عندك علاقه تانيه، عندك علاقه تانيه او علاقه ثالثه يا برج العقرب. صفي حساباتك، صفي حساباتك علشان تعرف تختار وتقدر توصل. عندك علاقه سريه يا برج العقرب ومش عارف تعمل ايه. عندك علاقة سرية ومش عارف تعمل ايه، في كشف حقيقي هتتكشف الايام اللي جاية، في مواجهة عندك يا برج العقرب، فنجانك قوي جدا جدا علشان انا بصيت عليه من قبل ما اطلع في الفيديو اقوله، انت يا برج العقرب مفيش حد سايبك في حالك، ناس كتيرة جدا بتأذيك، الناس كلها بتتكلم عليك والناس كلها بتراقبك وانت لا تدري. لازم تكون هادي وحكيم يا برج العقرب، لازم تكون هادي وحكيم. عندك واحدة ست من جيرانك عينها وحشة وقفلك في الطلعة وفي الدخلة وبتتكلم عليك بكلام سيء لدرجة ان هي لو متجوزة بتحاول ان هي تبعدك عنه، عن اهلها، عن حياتها، حاولوا تهدوا، حاولوا ان انتوا تعرفوا ازاي تتعاملوا مع الناس. عندك ناس كتيرة جدا مش كويسة يا برج العقرب، انا شايفة ان انت عندك ناس كتيرة جدا، انت ملفت للانظار، فتاة العقرب بتمشي على الارض وهي فعلا انسانة مفيش منها اتنين، بس قلبها طيب جدا جدا يا جماعة، طيبة قلبها دي بتخليها تقول كلام هي مش مدركة ايه الكلام ده ممكن يتقال ازاي، ممكن توقع الناس في بعض، ممكن تعمل مشاكل كتير، بس هي مش قصدها، هي انسانة من جواها قلبها طيب، بس لسانها بيوقعها في مشاكل، طيبة قلبها دي مبوظلها حياتها. انتوا بقالكم فترة يا برج العقرب حاسين انتوا متكتفين، مش عارفين تعملوا ايه، حاسين ان انتوا لوحدكم ومش عارفين تتصرفوا ازاي، مشاكل كتير عليكم، حاطة كتير جدا 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 على حياتكم، ناس كتيرة جدا ظلمتكم واتكلمت عليكم بالسوء وجات عليكم واخدت حقكم كمان وبتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، من كتر المشاكل والتعب والضغوط اللي عليك بقيت تقول انا مش فارق معايا حاجة، اللي هيعاملني هعامله واللي هيحبني هحبه واللي كمان هيحترمني هحترمه. عندك حد بيراقبك من بعيد لبعيد وانت شاغل باله وشاغل تفكيره بس مش عارف يعمل ايه. لو انتم منفصلين فانا شايفة ان عندكم رجوع من بعد تعب، بس حاولوا تهدوا، مش هترجعوا علشان الحب، لا هترجعوا عشان خاطر الاطفال اللي بينكم وما بين بعض، انتم مش محمل مسؤولية جديدة علشان انتم شايلين هموم كتير من صغركم. انتوا وصلتوا لمرحلة يا برج العقرب اكتئاب احباط، حاسين انتوا عندكم ضيقة في التنفس، عندكم صداع مستمر، ألم في ركبتكم، كسلانين، محبطين، مش عارفين تعملوا ايه في حياتكم، لدرجة ان شعرك بدأ يقع وبدأت تزور الطبيب يا برج العقرب وتاخد علاجك في وقته علشان خاطر مش عارف تعمل ايه. احلامك بقت مزعجة، بتصحى من النوم تلاقي علامات في جسمك ومش عارف لها حل. فتاة العقرب
صفي حساباتك في علاقاتك العاطفية علشان ربنا يكرمك. انتي ما بتحبيش العلاقات كتير، بس انتي في علاقات كتير، في كذا ارتباط، عايزه تختاري الشخص المناسب ومش لاقياه، عايزه تختاري الشخص اللي هو يحبك ويحترمك ويحتويكي بس انتي مش لاقياه، ودايما عندك مشاكل كتير جدا في حياتك، تليفونك ما بيبطلش رن يا برج العقرب. حاولي تصفي حساباتك علشان ربك يكرمك وربك قادر على كل شيء. في حد عندك يا برج العقرب تعبان ومش عارف يعمل ايه، محبط، بيدور على شغل، بيدور على حد يدعمه، حد يساعده، والله اعلم، بس في حد عندكم تعبان في حياته وانتوا زعلانين عليه. اليومين دول انت مش مرتاح، في حاجة ضايعة منك، في حاجة عمال تفكر فيها، او مش مرتاح في نومك، مش مرتاح مع اولادك، مش مرتاح مع شريكك، الله اعلم. عندك كمية راحة، كمية تعب مش طبيعية من كتر التفكير. الفترة دي هيبقى في خبر حلو، حاجة معينة، تغيير مكان، تغيير حياة، نقلة جديدة، الله أعلم. أنت ناوي على سفر، أو ناوي على لقاء، أو ناوي على مولود جديد، ناوي على حاجة جديدة، الله أعلم. عندكم مشروع الفترة دي حرفيا هينجح، والمشروع ده هيكون كبير جدا وهيكون بشرة خير ليك. البعض منكم باله مشغول، البعض منكم مستني أكتر من حاجة عايز يعملها، أكتر من طريقة عايز يشتغل، الله أعلم. بس حرفيا في طاقة جديدة وفي أخبار حلوة متعلقة بيكم، انتوا طال انتظاركم في اكتر من حاجة. اكتشفتوا حقيقة، اكتشفتوا خيانة، اكتشفتوا غدر، اكتشفتوا امور تعباكم نفسيا وازماكم، وعرفتوا مين بيكرهكم ومين بيحبكم. لكن الفترة دي هيكون في نقلة جديدة او في نصرة حلوة جدا من عند ربنا. البعض منكم باله مشغول، في حاجة هتوصلوا لها، في هدف حلو جدا الفترة دي بإذن الله هيكون في قمة الازدهار عندكم، علشان الطاقة بتاعتكم عالية ومفتوحة، انتوا بتحاربوا علشان توصلوا للهدف، لكن الهدف محطوط قدامكم. ركزوا كويس جدا في الحاجة اللي انتوا عايزينها، وبإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيكون في تغيرات جذرية وحياة جديدة أحسن من اللي انتوا فيها دي. البعض منكم هنا يعني في حاجة معينة هيعملها، هتطلعوا او هيبقى في تجديد لحياه، الله اعلم. بس انتوا ناويين على اكتر من حاجه، وفي حاجات كتيره جدا مفتوحه قدامكم. مش عايزاكم تكونوا متسرعين، لان انتوا تعرضتوا لغدر وتعرضتوا لمعاناه من الشريك، فياريت تخلوا بالكم. ما عندكمش قرارات الفترة دي، مش عارفين تاخدوا قرار، مش عارفين تناموا، مش عارفين تراحوا، مش عارفين اي تعملوا ايه. ليه؟ علشان خاطر الطاقة المعينة اللي متوزعة عليكم دي تعباكم نفسيا، ففي طاقة روحانية جديدة عندكم في الايام دي، هتحسوا كده بتجديد في كلام، تجديد في مشاعر، تجديد في امور كتيرة جدا. فالايام دي هي ايامكم، لازم بقدر المستطاع تثبتوا وجودكم، لان تحسين الحظ بتاعكم قدامكم. البعض منكم هنا ساكت وحزين وما بيتكلمش في أي حاجة. البعض منكم ممكن يكون عنده فحوصات أو بياخد علاج لمعدة، انتوا دايما بتشتكوا من المعدة وبتشتكوا من وجع في الجسم غير طبيعي، أكتر من طعنة خدتوها من كل اللي حواليكم، مفيش حد واقف جنبكم في أي حاجة، شايلين هموم الدنيا كلها، ما سايبينش اي حاجة اللي ما شايلينها فوق دماغهم. ياريت اللي انتوا فيه ده تهدوا منه شوية وتبعدوا عن اي غدر او اي طاقة مؤثرة، لان الناس اللي حواليكم مش حبالكم الخير زي ما انتوا حابين لهم الخير. فكل ما انتوا هتغيروا من نفسكم، الامور عندكم هتتحسن. في ضيق ودموعكم نازلة بسبب الضيق اللي عندكم. ياريت الفترة اللي جاية تهدوا أعصابكم، بلاش عصبية، بلاش توتر، بلاش حيرة، بلاش تفضلوا تضغطوا في نفسكم على حاجات ما تنفعش، لازم بقدر المستطاع تهدوا أعصابكم، لأن الفترة اللي جاية دي هتكون في يعني تطورات حلوة، تجديد لأمور حلوة، أمور هتفعلوها جديدة، الله أعلم. أكتر من حاجة هتفعلوها جديدة هيكون فيها تغيرات جذرية لكل حياتكم. بلاش القلق، بلاش الحيرة، وبلاش الضغط النفسي اللي انتوا عمالين تضغطوا على نفسكم بيه، لأن ربنا كريم عليكم ربنا رايد لكم الخير. في حد عندكم هيفعل امور جديده، البعض منكم ممكن يكون عنده خطوبه. انتوا مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا لما بتعملوا خطوبه بتعملوا حاجه بتخص العلاقه العاطفيه، بيتدخل حد ودايما بيفشلها. فياريت تخلوا بالكم من فشل العلاقه العاطفيه بسبب حيه موجوده عماله تدور وراكم، ودي تعباكم جدا. سفر مفتوح باسمه كبيره جدا، طريق سفر، وطريق السفر ده هيكون خير، خير قوي ليكم. في كمان عودة لأشخاص عندكم أو أشخاص جدد هيرجعوا لكم. انتوا عندكم عزال،
تغيير بشكل كبير وبشكل واضح جدا. في ايام حلوه هتجيلكم، الايام دي هتكون من عند ربنا وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، لان ربنا كريم جدا عليكم. وعايز اقول لكم ان انتوا ناويين تردوا الالم اللي اتضربتوه من الناس الكذابه والخاينه، فما شاء الله عليكم، عندكم رجوع حق مفتوح، بس بلاش التوتر. حاليا انتوا لسه في مكانكم، حاليا لسه ما اتحركتوش، ما خدتوش القرار، ما خدتوش التجديد، ما عملتوش اي حاجه تجديده. عندكم واحده معاها بنت، الست اللي معاها بنت دي بتحقد عليكم وبتغل ومش حابه لكم الخير، حقوده غياره، مش حابه ابدا ان انتوا تكونوا كويسين، فيا ريت تخلوا بالكم منها ومن غدرها ومن طاقتها السامه. مين عندكم عنده محكمه، عنده دخول محكمة، عنده انتصار في حق، عنده دخول المحكمة، ودخول المحكمة ان شاء الله بإذن الله يطلع منها مرضي، لان ربنا كريم عليكم وحبب لكم الخير. فدايما تخلوا بالكم من الناس الحقودة الغيارة اللي بتحقد عليكم واللي مش حابة لكم الخير ابدا. عندكم حد او انتوا خسرتوا مال بسبب مشروع فشل، الله اعلم، بس الفترة اللي جاية دي خلاص هتبدأوا تعملوا حاجات جديدة. انتوا والاهل في شد بينكم، او في غيمة سودة بينكم وما بين الاهل، في حد يعني اخ او مرات اخ حقودين عليكم. خلال الاسبوع اللي جاي باذن الله هيكون فيه تجديد، تجديد علاقة، تجديد طاقة، تجديد امور، الله اعلم. انتوا مشتاقين، عندكم كمية اشتياق غير طبيعية، مشتاقين لحد، مستنيين لقاء بحد، في امور جديدة عندكم هتحصل، تجديد لعلاقة، تجديد لأمور، بسم الله ما شاء الله عليكم. في حد بعيد عنكم، الحد البعيد عنكم ده هيبقى في لقاء معاه الفترة اللي جاية وهتكونوا مبسوطين جدا. والدايرة اللي عندكم دي والخنقة اللي بتجي لكم من غير سبب دي من كتر الحسد، كان يعني في حد عزيز على قلبكم وانتوا بتحبوه جدا، الحد ده توفى، ومن بعد ما توفى انتوا حاسين ان انتوا شايلين الدنيا فوق كتفكم. انتوا دايما معرضين للحسد، لان انتوا اجمل من تظاهرين، يعني شوفوا وصلت معاكم ليه، اجمل من تظاهرين، وعشان كده البعض منكم عايز يخرج من الحرب اللي هو فيه. رتبت امور كتيره جدا عندكم، ربنا كريم عليكم، قلبكم طيب، القلب الطيب اللي عندكم، ودايما القلب الابيض هو ده اللي بيوقعكم في خذلان ومشاكل من الاحب. فدايما اقول خدوا بالكم واحذروا وابعدوا عن اي امور بتاخد من طاقتكم. المنفصلين بل هم مشغول، المنفصلين عمالين يفكروا، اوعى تستعجلوا في اي قرار تاخدوه الفتره دي، لان انتوا هنا عايزاكم تحذروا من شخص بيدعي ان هو بيحبكم، الشخص ده بيكرهكم. والفرحه اللي عندكم دي هتكون حلوه جدا، ايام في قمه الازدهار، عندكم ايام باذن الله هتكون فيها فرحه وهتكون فيها طاقه ايجابيه. الصحة بتاعتكم فيها تحسن بشكل كبير جدا، لان هيكون عندكم صلح حلو مع حد او لقاء مع حد. كمان انتوا البعض منكم عنده جوه قلبه صراع، عنده جوه القلب كده امور مش طبيعية من كتر التفكير الزايد اللي عندكم، من كتر الامور اللي حاطينها في بالكم، فياريت تخلوا بالكم. انتوا ندمانين انه في حاجة حصلت عندكم، في حاجة حصلت وانتوا ندمانين عليها، او الصراع الداخلي اللي جواكم تعبكم نفسيا، فياريت تخلوا بالكم. البعض منكم هيكون في صفقة حلوة، الصفقة الحلوة دي هتفرحوا جدا وهتديه امور مستجدة، فدايما تخلوا بالكم من نفسكم وتحرصوا على اللي في ايدكم، تحرصوا على اللي في ايدكم، لان الامور هتتقلب والسحر هيتقلب على الساحر. ليه بقى هيتقلب على الساحر؟ علشان خاطر ربنا كريم وانتوا اتأذيتوا كتير، مفيش حاجة كملت عندكم بسبب الحقد والغل اللي جاي لكم من الناس، وفي حيرة، انتوا محتارين من شوية امور، في طريقين قدامكم، والطريقين اللي قدامكم دي انتوا مش عارفين تبدأوا فيها ازاي، مش عارفين تاخدوا فيها تبدأوا منين، لان الطرق حاسين قدامكم ان هي مقفولة. فطول ما انتوا هاديين طول ما ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، وهيجعل ايامكم كلها مباركة، هيجعل ايامكم كلها جميلة، هيجعل ايامكم كلها مبشرة بالخير الفترة اللي جاية. فبلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش التوتر. الفترة دي عندكم حكم، او عندكم قعدة او لقاء بحد وهيبقى فيه حكم حلو جدا ليكم. انتوا بعدتوا عن كل الاذى، بعدتوا عن كل المشاكل اللي كانت مؤثرة عليكم في حياتكم. الفترة دي
عندكم بشرة، والبشرة دي انتم مستنيينها من زمان، وعندكم حد هيتوب عن خطيئة مازال بيعملها. كمان انتوا عندكم ربنا هيبتليكم بفضل حلو جدا، وهتكونوا في امور مستجدة، بس في غلطة عملتوها والغلطة دي لحد الان بتدفعوا ثمنها. كمان دايما انتوا بترجعوا لربنا في كل حاجة، لان دايما في صدركم خنقة وضيقة لوقت ما بتعملوا حاجة غلط، بس عايزاكم تخلوا بالكم، لان انتوا بتجيلكم نغزة في القلب ودوخة وشوية اوجاع مش عارفين تفسروهم. كمان انتوا عندكم رزق حلو جدا، والرزق ده هيخليكم تستقروا في اكتر من حاجه. البعض منكم عنده كتب كتاب، او عنده لا اما فرحه في كتب كتاب، لا اما هو هيتكتب كتابه. كمان خلال 6 ايام هتحصل لكم حاجه، الحاجه دي هتخليكم تعقلوا اكتر، هتخليكم تنضجوا اكتر في الحياه، وتعرفوا مين اللي بيأذي فيكم. في ناس عندكم توفت، والناس اللي توفت دي كان يعني سبب مشاكل، سبب امور متلخبطه. خلي بالكم، لان انتوا عندكم سحر، والسحر اللي معمول لكم ده هو اللي انتوا السبب اللي انتوا فيه حاليا، الوقف حال واللخبطه ومفيش استقرار. ايوه عندكم سحر، والسحر ده ظهر لكم قوي قوي الفتره دي. في كمان ناس عايزه تخرب بيوتكم، عايزه يعني ايه تاذيكم، لكن بفضل ربنا، ربنا هيبعدكم عن كل اذى. عندكم حد مسجون، والحد ده في خانقه وفي ضيقه وبيعاني، ربنا هيكون رحيم عليه، وباذن الله محكمته هتكون براءه. كمان في رحمه جوه قلبكم لاشخاص غلطت في حقكم، لكن انتوا طيبين جدا، ما بتحبوش تفعلوا الخطا بالخطا، بتسيبوا الامور على ربنا، وربنا هو اللي بيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان انتوا هنا بقالكم كام سنه صابرين على حاجه، الحاجه دي محدش يقدر يستحملها، وعشان كده دايما فخورين بنفسكم. في فرح هيقرب على بيتكم بفضل ربنا الفتره اللي جايه، وهيبقى في اجراء كبير جدا انتوا هتعملوه. كمان البعض منكم ناوي يعمل حاجة جديدة، وعليكم ندر زي ما قلت حاولوا توفوا بيه. في زيارة ليكم، حد هيجي يزوركم، هيخبط على بيتكم وهيزوركم وهيتكلم معاكم في أكتر من حاجة. كمان انتوا ماسكين في حاجة معينة وعايزين تكتشفوا الحقيقة، لأن الحقيقة اللي انتوا عايزين تكتشفوها دي موجودة قدامكم، وعشان كده هيكون في أمور مستجدة. انتوا بتعززوا من نفسكم دايما، محدش يقدر يضحك عليكم، ولا حد يعرف يخزنكم، ولا حد يعرف أصلا يتكلم عليكم. بتصبروا على كل حاجة لحد ما تجيب آخرها، لكن الفترة اللي جاية دي ما عدتوش هتصبروا على أي حاجة تاني. العصبية اللي عندكم دي بسبب لخبطة الأمور والضغط النفسي، البعض منكم بيعاني من صداع مستمر، في شوية لخبطة في دماغه، في شوية أمور خليه مش مرتاح، لكن بإذن الله في الأمور اللي جاية دي هتكون تحسن. حد عنده العصب السابع أو السادس، عنده عصب كده في وشه، أو عنده علامة في وشه تعباء، أو في حاجة بيعاني منها، انتوا هتزوروا الطبيب الفترة اللي جاية، وبإذن الله هتاخدوا علاج وهترتاحوا نفسيا. مش عايزاكم تشربوا من ايد اي حد، لان في حد ممكن يقدم لكم ميه، والميه دي تكون فيها حاجه وانتوا تشربوها، فيا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، ولا تروحوا عند حد وانتوا عارفين ان هو ممكن يأذيكم، او تشربوا حاجه من حد انتوا ما تعرفوش. انتوا اصلا معروفين بالنظافه، ان انتوا ولا بتحبوا تشربوا من اي حد، ولا بتخلوش حد يعمل لكم اي حاجه، بتحبوا تعملوا لنفسكم كل حاجه، وده سبب رئيسي ان انتوا تفضلوا دايما في تحسن وتحصين نفس. برج العقرب، في فرصة جاية لك الفترة اللي جاية، حاول تستغلها وحاول ان انت تمسكها. في حد عندك هتكتشف حقيقته، حقيقته هتوجعك وحقيقته هتصدمك. اتمنى لك الخير والسعادة والفرح والهنا. فتاة العقرب، كوني حويطة، صفي حساباتك في علاقاتك العاطفية، بلاش تخلي تليفونك يرن كتير، بلاش توقع الناس في بعض وانت لا تدرك، يعني انت مش عارفة انت بتعملي ايه بسبب طيبة قلبك وبسبب حظك السيء وحظك القليل. تحياتي ليك يا برج العقرب.